دائما ومع المنتخب الوطني ومن ولاية مستغانم نرصد لكم أبرز انطباعات الجماهير الجزائرية حول مشاركة المنتخب الوطني في كان الكامرون. في ميكروفون الزميل تواتيب العربي متابع. رحيم، اليوم فيما يخص الفريق الوطني يعني المحاربين شرفونا في المقابله اللي فاتت يعني مع سيراليون، كانت نتيجه سلبيه يعني صفر مقابل صفر، ولكن ماهيش يعني لا فان دو موند، يعني مازال كاين، حنا مديرين ثقه في النخبه نتاعنا وتاكلين على ربي وعليهم. ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله مع غينيا الاستوائيه يكون ان شاء الله تكون لا رياكسيون وتكون لا غرينتا، ان شاء الله يكون الخير، وحنا نتمناو الخير للوطن نتاعنا وللمحاربين اللي راهم مشرفين ورافعين الرايه الجزائريه في الامم. ان شاء الله نقول لهم رانا معكم. الشعب الجزائري وخاصه المستغالمي راه مدعم الفريق الوطني، مدعم المحاربين، مدعم سي جمال بالماضي وكامل سون اكسبسيون، يعني من الغارديان لحتى اللي قاعد في البنك. فيما يخص الفريق الوطني يعني عودنا على الانتصارات ونحن تائقين 100% ان هذيك العثره تاع مع سيراليون سوف يستدرك الامور ويعود يرجع الى اذا هناك قدرات تقنيه هائله وتغطيه من طرف المدرب الوطني سي جمال بالماضي. اذا احنا تايقين اننا الدخول هذا كان دخول محتشم، ولكن بحكم ان العباقره دعا المنتخب الوطني سوف يقلبون الكفة. السلام عليكم، نتمنى للمنتخب الوطني الفوز ان شاء الله غدا بعن جدارة واستحقاق، ويردوا الاعتبار تاعهم لانهم هما كبار ويبقوا دائما كبار مهما كان ومهما راح يكون، ونعتبرهم هما كالسهم يرجعوا للوراء لتكون الانطلاق اقوى ان شاء الله. خير للشعب وللفريق الوطني الجزائري، نحن كفلسطينيين مع الجزائر، فلسطين والجزائر واحدة، ونتمنى أن العثرة التي مضت مع السيراليين أنها تكون أقوى مع إن شاء الله في المقابلة الغنين، المقابلة الآتية إن شاء الله يكون هناك كما عودنا بالماضي دائما الفوز ودائما الأمام وفيفا 1 2 3 فيفا لالجيري. السلام عليكم، مشجعة من ولاية مستغانم، نتمنى الفوز للمنتخب الوطني أكيد غدا، يعني نتمنى الشعب ما ياخذوش أو نشجعوا احنا المنتخب تاعنا ونقولوا له مازال القدام إن شاء الله. التعادل اللي دارته المنتخب الوطني الجزائري أشبال جمال الماضي، كان يقول لك ارضيه، كان تقول لك باللي رطوبه، مي معليش تعادل خير من خساره، مي مباراه ثانيه امام المنتخب الغينيا الاستوائيه سيكون يعني الضغط كبير من طرف الجمهور الجزائري، وان شاء الله يعني بعد عوده مصابين بن ناصر زروقي، هادو يعني هادو اصابات اللي كانوا يعني اللي ما لعبوش المباراه الاول امام المنتخب السيرانيون، يعني راهم غادي يعتمد عليهم باذن الله في المباراه القادمه اللي سوف تكون يوم الاحد ان شاء الله ابتداء من الساعه 8 مساء، نفس الملعب اللي لعبوا فيه امام المنتخب السيرانيون.